الأصل في الرقية أن تكون من الإنسان نفسه، لكن لو أنه طلب من أحد أن يقرأ عليه أو أن يرقيه فلا بأس بذلك، لكن في كل الأحوال يجب أن يعلق قلبه بالله عز وجل، فالفرج منه جل في علاه والعطاء منه سبحانه وبحمده، ولا يدرك الإنسان خيرا إلا بتمام الاستناد إليه والاعتماد عليه جل في علاه. وكلما عظم اعتماد القلب على الله كان ذلك أقرب في حصول المطلوب ونيل المرغوب وإدراك ما يؤمل. ويعلم المؤمن أن الشفاء الحقيقي هو شفاء القلب من التعلق بغير الله عز وجل، فإنه من تعلق بغير الله أكل إليه، حتى ولو كان القارئ الذي يقرأ القرآن، من تعلق بغير الله وكل إليه، أي جعل أمره إليه، بمعنى أنه توكل على من لا 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 ثمرة في الاعتماد عليه، إنما الشأن كل الشأن في أن يعتمد ويستند القلب على الله وحده لا شريك له. لهذا من المهم لكل من قرأ القرآن في طلب الاستشفاء أو الأذكياء أو الأدعية النبوية أن أنه فعل ذلك بنفسه، فعل ذلك بغيره، أن يعلق قلبه بالله. جميل. فهو الذي بيده الشفاء، ولهذا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في أدعيته، ففي الأذكار التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم في الرقية: لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، في حديث أنس وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي حديث عائشة الآخر كان يقول: امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت.